اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. النهارده بنعمل الاكلات اللي نفسنا فيها، واحنا متفقين نعمل اللي احنا حابينه، ولكن نبحث جوه الاكله ونشوف ايه مشاكلها من الدهون، الزيوت، الكربوهيدرات، النشويات وهكذا. هنعمل طبق كفته جامد النهارده بالشوفان، ونشوف ازاي نعمل كفته الفراخ بطريقه صحيه لطيفه تناسب كل الاعمار الصغير والكبير. معانا طاجين النهارده، طاجين الخضار، هنعمله بطريقه جديده من المطبخ المغربي او التونسي او الجزائري. تشكيله الخضار اللي موجوده فيه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، اذا كانت البسله غنيه بالبوتاسيوم، اذا كانت البطاطس كربوهيدرات ونشويات، هندخل فيه زيتون، هندخل فيه ليمون، في ليفر الزعفران، حاجه لطيفه وجميله. انا شخصيا بحب الطاجن ده لما اكله مع خبز او مع رز ابيض. معانا كمان الحلو النهارده، بساطه سهوله مرونه، البسيسه بتختلف من بيت لبيت ومن بلد لبلد. احنا بنعملها النهارده بطريقتي بالبرتقال، تقدري تعمليها بالحبات، تعمليها بالقرفه، تعمليها ممكن بالتمر زي ما انت حابه، ولكن اساسياتها نوعين من الدقيق، دقيق الذره الاصفر والدقيق الابيض. المكونات اساسيه معانا وبحطينها بالعيار علشان حضراتكم تعملوها النهارده، وتقدري تعمليها كمان هديه لعيد الام كده لطيفه، مش تروح على محل جاتوهات وتجيبي جاتوه او تجيبي تورتايه، انا عايزك تخش المطبخ تعملي حاجه من ايدك وصوابع ايدك كده لحماتك، لمامتك، لاسرتك، مناسبه لطيفه وحلوه، لان الام تاج يعني على راسنا من فوق، ونفسنا اللي بيطلع ده لولا الام ما كانش هيبقى فيه نفس من اساسه. وبالمناسبه الام طبعا عايز اقول حاجه حلوه، ان شاء الله باذن الله تعالى بكره احنا مش حارمينكم من حاجه، كالعاده شاشه القناه الاولى والتلفزيون المصري بيكون لنا حكايه مع كل مناسبه، ومفيش احلى من مناسبه عيد الام، حضراتكم عارفين هيكون لنا ان شاء الله مفاجاه مع ام لكل المصريين، لا حكايه هي هترواها بنفسها وهتيجي معانا للاستوديو هنا، وعلى فكره هي طباخه شاطره جدا، يعني تطبخ احسن مني كمان. مفاجاه بكره تابعوها باذن الله تعالى. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل مع الاكل الصحي، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض. بشكر طبعا فريق العمل الجميل فرسان التلفزيون المصري اخراجيا وتصويريا وكل حاجه. تعالوا مع بعض، احنا مشترياتنا ايه؟ ده يهمني برضو، لان احنا يقول لك الاسعار غاليه ونعمل ايه ونجيب ايه. لا 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 لا، الموضوع ابسط مما تخيلي. انت بس خش المطبخ بتاعك كده وسمي بسم الله، وشوف ايه اللي بتخزن في دراج المطبخ، ايه اللي في الثلاجه، وهتعملي احلى منيو، لان معاكي شيف شاطر ودمه خفيف اللي هو مين؟ المغازي. النهارده معانا فراخ صدور مفرومه، تقدري تجيبي الفرخه وتخليها وتسحق وتفرمها في الكبه، او تجيبي صدور فراخ وتتفرم معاك، لان هنعمل طبق رئيسي معانا اللي هي كفته الفراخ بالخضار. ومعانا كمان تشكيله من الخضار، بسله وجزر وبطاطس وزيتون اخضر شرايح، او ممكن نجيبه اللي هو الزيتون اللي محشي جزر، مع بصل وطماطم وفلفل حار، لان الطاجين لازم يكون سبايسي شويه، وهريسه، ودي موجوده في اي محل بتاع سوبر ماركت. مكونات البسيسه موجوده معانا، دي ابيض ودي ذره زي الفل. هبدا باول حاجه طبعا مقادير الطاجين الخضار، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. بالبطاطس مقاديره على الشاشة، هو واخد الطعم المغربي التونسي الجزائري، ولكن هنعمله بالطريقة المصرية البسيطة السهلة، وياخد الكزبرة. معانا زيتون شرايح خالي النوى عشان لو في أطفال هياكلوا منه أو كبار السن. معانا بسلة، معانا بطاطس، معانا هريسة حمراء، بصل، فلفل حار، معانا طماطم، كزبرة خضراء، توم، وطبعا مكعبين من الزبدة في المقادير بتاعتي، ومعلقتين من زيت الزيتون زي الفل. تعالوا ناخد أول اتصال، مدام جيهان. يا مدام جيهان ازاي؟ حلو، تعالوا نبدأ نشتغل ازاي مع بعض. طاسة على النار تسخن، حلو الكلام؟
انا عايزك واحده واحده كده، لان يقول لك ايه الشيف المغازي يعني الاكل الدايت، اتعودنا يكون بروكلي الحاجات اللي احنا عارفينها دي، كرومب، كرفس، الحاجات اللي ممكن يعني ما نقدرش ان احنا نستمر عليها. لا انا عايزك تعملي كل حاجه نفسك فيها. هناخد البصل ده كده في طاسه على النار بتسخن، ونقطع البصل ده مكعبات بالشكل ده كده عشان تبان شخصيته في قلب الطاجين بالشكل ده كده، وكمان واحده، اللهم صل على النبي. بصل، ثوم، الحاجات ديت مفيده جدا، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، كل الدرنيات، بصل، ثوم، جنزبيل، جزر. هناخد البصل ده، ايه الماده الدهنيه اللي نستخدمها هنا؟ ليك الاختيار، ممكن نستخدم سمنه بلدي، ممكن نستخدم زيت زيتون، ممكن تستخدمي زيت عادي، ممكن تستخدمي زبده، ولكن لو هتستخدمي زبده اساسا تحط معلقه زيت علشان ما تتحرقش منك. انا استخدمت دلوقتي ايه، معلقه زيت صغيره كده. هناخد البصل ده، ناخد الكرمله بتاعته على نار شديده، اللهم صل على النبي. حلو، معانا توم مش هنستخدمه دلوقتي، نقلب البصلايه دي كده تاخد لون شويه. طاجين الخضار، لازم البصل تبان شخصيته في الطاجين بالشكل ده كده، التحميره دي مهمه جدا. والبصل بيتحمر، ننزل بالبهارات بتاعتنا علشان تاخد الطعم وترحمي عينيكي شويه من الدموع، ربنا يكفينا شر الدموع الحزينه، ممكن دموع الفرح، اهلا وسهلا. شويه فلفل اسود، شويه الملح بتوعنا التمام، شويه روزماري، حلو الكلام. طاجين يعني فلفله حلوه، يعني شويه كاري او كركم، كلنا عارفين الكاري والكركم مفيد جدا. فلفله حلوه زي الفل يا عم الشيف، هنقلب دول مع بعض، موضوع اسهل من كده مفيش. ورحت بلد تانية حبايبنا في المغرب وفي تونس والجزائر اللي بنوجه لهم تحيه كبيره من مصر ومن الدنيا، بنعمل اكلكم الطيب اهوت، بنعمله اكل صحي. شفت البصله خدت لون ازاي؟ اتغير لونها ازاي؟ للحلاوه طبعا. حلو، نعمل حاجه كده لطيفه، ركزي معايا بقى. معانا التوم اهو، وعشان التوم ده ياخد لون شويه تعمل الحركه اللي انا عاملها دلوقتي اهو، سنه زيت صغيره كده خلاص، واسيبها تتحمر. اوعي تحطي تومه مع البصله، وقت تسويه التومه غير تسويه البصله، التومه هتتحمر وتمرر لك الاكل بتاعك اهو، زي ما انا شغال كده زي، واقلب كله مع بعض وهكذا كده. انا دورت البصله وجهزتها وحضرتها للي جاي. معانا بسله، اللهم صل على النبي، اهي بسله دي حلوه، وانا صغير كنت باكلها نيه كده اهي، مسكره فيها سكريات شويه اهو، طعمها حلو زي الفل. معانا هريسه حمراء، ننزل بقى هنا الطاجين ده سبايسي شويه، معلش لازم نقول للاطفال، نقول لضيوفنا ان ده هيبقى سبايسي شويه. معانا زيتون اخضر، الزيتون الاخضر مرغوب فيه في المطبخ التونسي والجزائري، مش الاسود على فكره، المطبخ المغربي او التونسي او الجزائري يحبوا المعدوس اللي هو البقدونس، بيسموه المعدوس هو ده ده بقدونس مش كزبره نزل في الاكل اسمه المعدوس اللي هو البقدونس يعني حلو اخواننا في المغرب او في تونس او في الجزائر اللي بيشوفونا، يعني اذا احنا بنعمل الاكله فيها شويه تحريف شويه سامحونا، احنا بنعملها طبعا بالطعم المصري، ولكن زي انتوا ما بتعملوا الكشري بتاعنا كده برضو بتحرفوا فيه، احنا بنقدر ان احنا نعمل كل حاجه نفسنا فيها ايه الجمال يا شيف؟ فين البطاطس؟ البطاطس معايا، هنجيب الطاجين الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. وتعالوا مطبخ صحي، ايه المشكله لما انا اعمل الاكل نفسي فيها بطريقه صحيه اهو. طيب هناخد البطاطس، يا مسهل الحال يا رب، هناخد البطاطس دي نرصها هنا كده اهو، شفت الجو ده كده زي الفل تمام ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ نزود البطاطس شويه، بتحب البطاطس؟ نزود البطاطس شويه، نورنا حاجه زي الفل، تحط بالشكل ده كده عينيا يلا، اللهم صل على النبي.
فين يا عم الشيف؟ لسه ما خلصتش، في تركايه اخيره اعملها. شويه بهارات كده زعتر على الوش علشان دي هحطها في الفرن. والسؤال كالعاده لمخرجنا الجميل لانه هو شاطر دلوقتي هيشتغل شيف قريب، قول لي الطاجين ده يتحط فين؟ مخرجنا الطاجين الحلو ده على فين؟ اما انا عارف هيتحط في الفرن، فين مكان اللوكيشن بتاعه فين في الفرن؟ الله يا شفيق انا بحبك والله. بقول لك في الفرن، لا اله الا الله، لا اله الا الله. درجه حراره الفرن عندي 180 كالعاده. انا عايز الفرن طبعا يسوي لي الطاجين ده، اخده كده واسمي بسم الله في ارضيه الفرن يا عم الشيف، وانساه لمده تقريبا من 20 ل 30 دقيقه. البطاطس هتستوي معايا، تنزل الكربوهيدرات والنشويات بتاعتها، تختلط وتنسجم مع بقيه الخضار. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع نشوف مع بعض. الله انا شايف ريحه حلوه قوي في الفرن على فكره، بجد بجد عايز اطلعها من الفرن قبل ما ادخل البسيسه، هتعجبك قوي. استعد للصوره الحلوه. طاجين الخضار، ايه الجمال والحلاوه ده يا شيف؟ وحقوق الطبع لدينا وبس. صورني معاه يا شفيق، ايه الحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي. تعالوا نكمل دي كده مع بعض. يلا. لا جيب لي ايه الحيدة؟ ايه الحلاوة اللي نازلة دي في الحلة؟ رؤية، فن، إبداع، بنشوفه كل يوم حتى الأكل الصحي. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.